مساكم الله بالخير. رسالة واتساب تعلق الجهاز وإذا التحديث قديم تضرر جدا. أرسلتها لأكثر من واحد، اللي عنده تحديث على حسب نوع التحديث يعلق الجهاز، إلا واحد مسكين توهقت وياه، والله أرسلتها وضاع شغله مو راضي يفتح، فصارت النكتة دمها ثقيل. هو نظام iOS نظام فاشل، أمنيا فاشل، فعشان تثبت لنا فاشل ترسل له رسالة وتنحرج وياه. أندرويد كان في شغلة يسمونها رهبة المسرح، هي هجمة من خلال MMS بسبب نقص تعريفات درايفر كوالكوم. كان الهجمة عبارة عن التالي: الهجمة كانت أن واحد من تعريفات درايفر كوالكوم يأخذ صلاحية عالية، فمن خلال ناس مختصين أقوياء جبابرة يدشون على الشبكة من خلال شبكة MMS، فلأن الصلاحية عالية ممكن مثلا ترسل أمر لحذف شيء أساسي بالنظام فتعطل النظام، إذا كنت أنت ذكي تبي تدمر مثلا أو جمع معلومات. وحلها بذاك الوقت كان انك تعطل MMS او تنزل تطبيق من سامسونج او تنزل تطبيق من الشركة اللي اعلنت عن هذا الامر استعراض على عضلاته. هذا الامر ما مر علي الا بنوكيا مرة، ايام رسائل SMS ترسل رسالة SMS لجهاز نوكيا يتعطل او يسوي ريستارت مثلا. طبعا انا تبرعت وارسلت هذا الرابط لنشر الخير والمحبة بين الناس، كل واحد ارسلت له الرسالة هذه. قادر جدا مؤخرا عن توجه الحديث للهجة الكويتية بدل اللغة العربية، الأمر غير مقصود يعني، فأعتذر عنه. الإخوان بالصين متحدثين اللغة العربية شطرا حفظته ما أعرف كتابه، تعني شطر بيت لقصيدة لا أعرف من كتبه، هي اللي القصيدة النبطية لشاعر خطري، والأمر مربوط لرابط واتساب أنا لا أعرف من كتبه، فقلت نفس الوزن يعني. يا جماعة راح أتبرع لكم بالرسالة على الرقم التالي، بس أرجع واتساب فيه. طبعاً إذا واحد عنده آيفون ما له ولا عليه شاري آيفون بيعيش لا تضره، اللي هايط ويبربس دس له مسج بالفصحى يعني، لا ترسل الرسالة للمستخدم العادي، أرسلها لي ما تترجم هذه، أرسلها لي لقيت لك وصف، أرسل هذه الرسالة لكل مختال فخور. إذا أرسلتها لواحد عنده أندرويد راح يظن أنه نكتة، يضغط مور 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 على باله نكتة يعني فني حركة. بس أرجع راح أسولف لكم سالفة اللابتوب والعشر أشخاص، فاصل عودة لكم. ليش زعلان؟ مو النظام آمن؟ ليش زعلان مني؟ النظام مفروض يحميك، مو أنا برسالة واتساب ناقلها أضرك. هذه الرسالة هي مجموعة ضخمة من الكلمات، لاحظ اني انا ارسلتها لمئتين شخص، الجهاز ما علق عندي، ارسلتها. سالفة اليوم هي سالفة العشرة وايفون. السالفة هي التالي: كنت في دوانية شبيحة ايفون، وسبحان الله يعني لبسهم نفس بعض، اشكالهم نفس بعض، تفكيرهم نفس بعض، اغلبهم مغرورين يعني نفس بعض تقريبا. طبعا الكل يزمر على الامان، تقول له مثلا شيل الامان، خلنا نسولف مثلا شيل الامان، سولف لعن اي شيء ثاني، ما عنده غير الامان. فصار التالي سنة 2014 هذه القصة، فقلت لهم يا جماعة أنا عندي 45 مليون مشاهد بالسنة بموقعي، بس أنا عندي لكم لعبة أو صفقة، هذا لابتوبي وهذا سلك آيفون، وأي واحد يشوف آيفون آمن يجيب لي إياه أوصله بلابتوبي بشرط، عندي شرط واحد. الشرط هو إذا لقيت شيء بجهازك مخل بالأدب مو زين راح أنشره، راح يشوفه 45 مليون شخص، هذا شرطي بس. العشرة سكوت. يا جماعة قبل شوي تزمير وطبل إيقاعات، أمان أمان، يلا يا جماعة السلك جاهز، صمت القبور. يا جماعة الخير قبل شوي صوت الطبول شقت طبلة إذني، وينكم؟ الله فكهم، وصل المطعم وضاعت السالفة، وصل المطعم وحياكم على العشاء وضاعت السالفة. أبيك تلاحظ أني ما أملك الأدوات هذه، ما أملكها والله، لكن خافوا وقت صجية يدرون انه يا عمي ممكن، فخل عنك الامان والكلام الفاضي هذا. عموما اغلبهم ترى ناس ضعوف في التقنية يعني، وهذا اي مشكلة تصير ما عندهم حل. احنا حاليا نساعد ابل في تحديث الناس الاجباري لهواتفهم خوفا من هذه الهجمة، فاحنا حاليا ننشر الخير ونساعد ابل في التحديث. وصلنا اكثر من رد عن موضوع سلطان القحطاني، سلطان القحطاني يقول 6 رام كذا يقصدك. يا جماعة سلطان القحطاني يموت، سلطان القحطاني اقرب واحد لي يعني يموت. يا شباب مو بالشكل هذا، أنا يوصلني ردود غريبة ترى. الشباب اللي موجودين في التقنية أغلبهم أرقامهم عندي، أحترمهم أنا وعلاقتي ممتازة فيهم، وأي كلام أنا أقوله أنت تفهمه بشكل آخر،
انا ما تابع احد، انا مشغول اليوم بالكامل، ما عندي وقت اتابع احد، والكلام اللي اقوله كلام عام. واغلب الشبيحه اللي اتكلم عنهم انا واحد ممثل ما له مصلحه بالتقنيه يقول هذا افضل جوال، هني انا عندي مشكله. او واحد يروح على حساب شركه حتى لو كان تقني، يروح على حساب شركه وياخذ التليفون ويقول مميزاته فقط، تسال عن العيوب يتغاضى عنها. هذا النماذج انا عندي مشكله معاها، تدري من متى؟ قبل الله الشركات تدخل مجال السوشيال ميديا، ايام المنتديات عندي مشكله معاهم. تقدر ترجع لكتاباتي، والجالكسي اس 8 والتشبيه اللي عليه تشبيه مدفوع الثمن على مستوى العالم، خلي العرب مساكين ترى ياخذون فتات، على مستوى العالم مدفوع الفلوس. شوف مؤتمر سامسونج لما طلع مدير سامسونج، شوف اللي صيح وصفق، شوف صوته اللي اعلى من الجميع حتى الجميع التفت عليه. هذا شبيه حقيقي. والاس 8 لازلت اقول لك انه جهاز ممتاز، لكن قاعد اقول لك راح تضيق عليه الساحه بعد الصيني، وهذا الامر اللي لازلت اقوله للحين. وسامسونج واضح وياها، يعني واضح كرت التوفير على الهاتف. تبيني اقول لك لا والله ما وفروا؟ والله وفروا، تمام، واضح كرت التوفير، ما يحتاج، ما يحتاج واحد ذكي. لاحظ معاي ان مقارنه هاتف جالكسي اس 8 ذو المعالج الجديد بهواتف قديمه اكيد راح تفوق عليها. انطر، خل ينزل المعالج على غيرها. اس 8 راح ياخذ حقه لان المعالج جديد وحصري على ما الباقيين يجون، راح ياخذ حقه بالساحه، واللي بيده فلوس راح يشتري، واللي يحب سامسونج راح يشتري. في التسويق يسمونه تمشيط السوق، تمشيط، يبتدون بمشط عريض يمشطون فيه الكور الكبيره، الناس اللي بيدها فلوس، بعدين ينزلون سعره بالتدريج. اتمنى لكم يوم سعيد، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.